ألف شكر يا لارا، وبالفعل نستضيف حصريا على شاشة قناة الحدث الآن السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، مندوبة أمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة. Ambassador Linda Thomas Greenfield, welcome to the Greenfield. نرحب بك على شاشتنا. Thank you. I'm delighted to be here. شكرا، يسعدني أن أكون معكم. شكرا على إعطائنا هذه الفرصة. أود أن أستهل حديثي بطرح سؤال حول التقرير الأمين العام الذي كان قد طلب تمديد القرار 2533، وكان قد قيل بأن هذا القرار قد يكون خاضع لإصدار تقرير جوهري من قبل الأمين العام حول مسألة الشفافية في العمليات المتعلقة بقدرة الوصول المساعدات عبر الحدود. ما الذي يعنى بالتقرير الجوهري؟ هذا يعني بأن الأمين العام يعمل مع الفريق على الأرض في سوريا، وسوف يقدمون تقريرا عن الأوضاع على الأرض لتقديم المساعدات الإنسانية. ولقد رأينا هذا الأمر بأنه يشكل فرصة طيبة للأمين العام لإعطاء مجلس الأمن إحاطة حول الوضع على الأرض للانتقال خلال الأشهر الستة القادمة من قبيل التمديد. لماذا تم تمديد تفويض القرار لمدة سنة؟ لأنه عندما يقال يخضع لإصدار هذا التقرير، فهذا يعني بأنه يضع تمديدا تلقائيا لمدة ستة أشهر، يعطي هذا الانطباع. نعم، أنه قد يعطي هذا الانطباع، لكن حقيقة الأمر بأنها فترة التمديد لستة أشهر تلقائية. إننا بانتظار هذا التقرير من الأمين الوكيل من الأمين العام والوكالات الأخرى على الأرض، وكنا قد رأينا التمديد لمدة 12 شهرا بعد أن كان هناك حديث عن ستة أشهر، وسوف يعطينا الأمين العام تقريرا حول الأوضاع على الأرض. وهذا الأمر كان قد اتفق كافة الأعضاء في مجلس الأمن عليه، ويشكل فرصة جيدة بالنسبة لنا لننظر بعمق في الأوضاع التي تسير على الأرض قبل الانتقال إلى الأشهر الستة قبل التمديد. إذن نستطيع أن نقول للمشاهدين أنه بصرف النظر عن اعتراضات أو الانتقادات التي توجهها روسيا أو الحكومة السورية، فأنه سوف يكون هناك تمديدا حتى 10 من يوليو 2022 لمدة ستة أشهر. أنا متأكدة بأنه سوف يكون لدينا فترة ستة أشهر حتى يوليو من العام المقبل. هذا أمر لا شك فيه. سعادة السفيرة، هذه هي المرة الأولى منذ عام 2016 التي يجتمع فيها مجلس الأمن حول سوريا بالطريقة التي اتحد فيها اليوم. إنه يوم تاريخي. نعم، إنه يوم تاريخي بكل تأكيد. الرئيس بايدن كان قد أوضح جليا للرئيس بوتين مدى أهمية التجديد، وكانت روسيا قد شرحته بأنه تاريخي. هل هي نقطة انعطاف في العلاقات الأمريكية الروسية؟ أم قد يكون أمرا يدعو للتفاؤل؟ قد لا يكون مدعاة للتفاؤل، لكنني أصف الأمر بأنه تحركا إيجابيا في طبيعة علاقاتنا التي استطاعت أن توحدنا في مسألة تحقيق المصالح المشتركة والاتفاق على تشكيل قرار كان قد حظي بدعم من قبل كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وهؤلاء الأعضاء كانوا قد عملوا بصورة إيجابية، وهم لديهم الأمل بأن الانخراط المستقبلي لدى مجلس الأمن بين الولايات المتحدة وروسيا سوف يفضي لنتائج إيجابية أخرى. نأمل ذلك أيضا. أن حالة الوحدة في مجلس الأمن أمر مهم. في مجلس الأمن قلت سعادة السفيرة أن الولايات المتحدة سوف تعمل على تمديد طرق الوصول حيث تقديم المساعدات، وهذا ما يجب على مجلس الأمن أن يشرحه. ما الذي تعنيه؟ ما الذي قصدته بذلك؟ كما تعلمون هناك احتياجات جمة في سوريا
من أجل تقديم هذه المساعدات للشعب السوري. فعلينا تقديم لقاح كوفيد-19 وأن نضمن من أن الأطفال السوريين سوف يحصلون على اللقاحات المطلوبة والخدمات الصحية. لذا فهناك أمور كثيرة يمكن فعلها، ونستطيع أن نفعل أمورا أكثر بصفتنا كمجلس الأمن، بما في ذلك ضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمنظمات العاملة على الأرض. وبصورة عامة الأمر لا يتعلق فقط بسوريا، بل يتعلق بشأن ما نقدمه من أجل إحلال الأمن والسلام في كافة أنحاء العالم. ونستطيع أن نعمل سوية لنضمن بأننا نبعث برسالة لشعوب العالم مفادها أن مجلس الأمن يعمل نيابة عنهم. ما الذي فهمتيه من تعليقي بأن الدول الغرب لم تعد تقبل أي عمليات ابتزاز في بمسألة المعبر الحدودي في باب الهوى وتجاهل معاناة الشعب السوري؟ أعتقد أنه لابد من النظر إلى الوضع في سوريا وما الذي يمكن للحكومة السورية أن تفعله لمساعدة الشعب السوري. وأقول لكم بأنني أشعر بالأسى إزاء ما يحدث في سوريا، ولا أود أن أرى أي طفل سوري يتضور جوعا أو أي شخص يموت في سوريا بسبب عدم قدرته للحصول على الرعاية الصحية. إذا ما وصف هذا الأمر بأنه عاطفي فهذا صحيح، ولهذا فإنني ملتزمة وأشعر بأنه لا بد لنا أن نعمل على تحقيق هذا الأمر. بصفتي السفير المبعوث الدائم لإيرلندا في مجلس الأمن، قال بأنه لن يكون هناك رفع للعقوبات إلى حين ضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن السابقة، ومنها القرار 25-33. كيف يمكن لمسألة المصداقية السياسية أن تحقق، وما هو موقف الولايات المتحدة من ذلك؟ نسعى للعمل لإيجاد حل سياسي في سوريا، لكن الأمر يتوقف على إذا ما كانت حكومة الأسد ترغب بفعل ذلك. وما رأيناه أن هناك ثمة فرصة للبحث عن سبل لتقديم مساعدات للشعب السوري، فنحن لا نخطط لتقديم المساعدات للحكومة السورية، لأن هذه الأخيرة قامت بسوء إدارة اقتصادها الخاص وقامت بالعبث بنظامها السياسي. ولكننا سوف نعمل على البحث عن أي فرص من أجل مساعدة السوريين ليعيشوا حياة عادية. السفيرة، لو تكرمت، سؤالي الأخير، هل لك أن تعطينا نظرة أو فكرة عن المفاوضات التي جرت هذا الصباح؟ هل كانت مفاوضات شاقة؟ هل كانت سهلة للتوصل إلى هذا القرار أو مسودة القرار التي تم قبولها من قبل الولايات المتحدة وروسيا ودفع الأعضاء 15 للتصويت بالإجماع على ذلك؟ هل لك أن تعطينا فكرة بسيطة عن هذا الأمر؟ كما تعلمون، عندما قمنا بالعمل على هذا الأمر كان هناك التزام من قبل كافة الأطراف لإيجاد حل في سوريا. لذا كرسنا قلوبنا وعقولنا من أجل إيجاد مكانة يمكننا أن نتحد بها، وقد نجحنا من خلال وجود 15 عضو في مجلس الأمن صوتوا لصالح هذا القرار. فما من شيء أفضل من هذا الإنجاز، لكن هذا الأمر يتطلب عملا دؤوبا، ولهذا الأمر لابد لنا أن نعمل من خلال نظام متعدد الأطراف. وهذا يأخذنا إلى الدبلوماسية الأساسية التي بدأنا بها في المقام الأول، والولايات المتحدة قد عادت ويمكنها أن تحقق هذه الأشياء. سعادة السفير،
كثيرا. لو سمحت لي نقطة أخيرة، هل لنا أن نفرط بالتفاؤل والأمل والأمنيات بأن الوحدة التي رأيناها في مجلس الأمن هذا الصباح يمكن أن تترجم إلى حركة على الأفق السياسي لإيجاد حل في سوريا؟ فلنأمل أن هذا قد يحدث. من المؤكد بأننا سوف نعمل على تحقيق هذا الأمر. سعادة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، شكرا جزيلا على رؤيتكم وعلى هذه المقابلة، ونتمنى أن نراكم مجددا. شكرا جزيلا. وكذا زملائي في الحدث، وصلنا إلى نهاية هذه المقابلة الحصرية التي خصتنا بها السفيرة ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.